مشروع الداعشي مشروع أساسه مشروع عثماني، لم يستطع ب 2015 تهجير الشعب الآشوري بالكامل، ولكن أتى بوجه ثاني بتهجيرهم، بقصف قراهم، قراهم الآمنة، ما تبقى من الشعب الآشوري في هذا الخابور. هذه باي الايام عم نستذكر 23 شباط اليوم الاسود على شعبنا الاشوري في الخابور. هذاك اليوم كثير كان يوم اليم ويوم صعب على شعبنا الاشوري في منطقه تلتمر وقرى الخابور. هجمه داعش البربريه الذي هجمت على جميع القرى الاشوريه بدون استثناء من جميع القرى وخط الخابور الاشوري. بهذيك الفترة تم أسر بعض من الآشوريين، يعني 250 تقريبا من شعبنا الآشوري بدون استثناء من الرجال والنساء والأطفال، واستشهد تقريبا 15-16 كمان من مقاتلين حرس الخابور بهذيك الفترة. الفترة اللي هجم عليها داعش دمر كنائس، دمر مزارات، حرق، ما ترك شيء لشعبنا الآشوري. هذا المشروع الداعشي مشروع مدروس ومشروع مخطط له لتهجير شعبنا الآشوري من الخابور. من أيام 1915 العثمانيين قاموا بتهجير الشعب الآشوري من أراضيهم من هكارة، و1932 كمان قاموا بتهجيرهم من العراق وتركيا، قادون إلى مناطق الخابور. هذا المشروع الداعشي مشروع أساسه مشروع عثماني لقلع الشعب الآشوري من أراضيه، لقلع جذور الشعب الآشوري وحضارة الشعب الآشوري في هذه المنطقة. هجم على الخابور ما استثنى أي مكون من المكونات، إن كانت آشورية أو كردية أو عربية، ولكن المتضرر الأكثر كان الشعب الآشوري. الشعب الآشوري بهذيك الفترة هجر، تهجر من أراضيه، اللي أسر واللي قتل واللي تهجر بالكامل. من 15-17 ألف آشوري على ضفاف الخابور تم تهجيره بالكامل. تاريخ 2019 كمان لحد الآن، لأن ب 2022 كمان نفس المشروع عم يتم استهدافه بتهجير ما تبقى من الشعب الآشوري. لم يستطع ب 2015 تهجير الشعب الآشوري بالكامل، ولكن أتى بوجه ثاني بتهجيرهم، بقصف قراهم الآمنة، ما تبقى من الشعب الآشوري في هذا الخابور. قصف عدة القرى، هجر عدة القرى، نزحوا، خرجوا إلى مناطق آمنة. في هذا التاريخ اللي نحن هلا نحن فيه ب 2022 كمان لا زال القصف مستمر بدون استثناء. المشروع التركي يعني ليس على الشعب الآشوري فقط، ولكن على شعب المنطقة كامل، إن كان كردياً أو عربياً أو آشورياً. بهذه الفترة أنا بقول وأرجع أطلب من شعبنا الموجود هون واللي موجود برا، لا تعطوا مجال للتركي يحقق مشروعه. صمدوا، وقفوا، قاتلوا، حاربوا. نحن كشعب كقوة عسكرية مع بقية القوات الموجودة هون عم نحاول نصد هاي الهجوم البربرية. وأنا رسالتي للشعوب المنطقة، شعوب شمال سوريا بالكامل بدون استثناء، خلونا نكون إيد واحدة، مكون واحد، بدون استثناء نصد هجمة أردوغان البربرية على شعبنا. أردوغان لما يهجم ما بيعرف هذا مسيحي، هذا كردي، هذا عربي، هذا آشوري، هذا مسلم. لا، مشروعه بده يحققه مشروع إعادة أعمار العثمانية القديمة على رؤوس الشعوب الموجودة في المنطقة. بتاريخ 23 من شباط بعام 2015 شهدت منطقة تلتمر وحوض الخابور هجوما بربريا من قبل تنظيم داعش الأرهابي، والذي كان مدعوما من قبل دولة الاحتلال التركي
أدى ذلك الهجوم إلى اجتياح قرى شعبنا الآشوري السرياني الكلداني، والذي اختطفوا أكثر من 200 من شعبنا المدني العزل من نساء وأطفال وكبار سن، وأيضا تهجير الشعب الذي كان قاطن في قراه بشكل سالم لأكثر من قرن، وتفجير أكثر من 8 كنائس. طبعا بمقاومة المقاتلين الأبطال من المجلس العسكري السرياني ووحدات حماية الشعب والمرأة، وأيضا الفصيل الذي كان تحت راية مجلس العسكري السرياني مجلس حرس الخابور، أبدينا مقاومة عظيمة خلال 3 أشهر، واستطعنا من خلالها دحر التنظيم وإبعاده خارج ناحية التمر وجبل عبد العزيز جبل كزوان. طبعا ما نشهده الآن بعد 7 سنوات ومرورنا بالذكرى السنوية 7 لاجتياح داعش لقرى الخابور وحوض التمر كامل، نراه يتجدد مرة أخرى، والتاريخ يعيد نفسه من خلال الانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي، والتي كانت قد دعمت تنظيم داعش الإرهابي قبل 7 سنوات ولا تزال تدعمه في مناطقنا بهدف إعادة إحيائه وبسط سيطرته العسكرية والفكرية في المنطقة. نراه الآن بهجومها على مناطقنا واستهدافها للقرى الأهلة بالسكان، وأيضا استهداف المزارات والكنائس في خطوط التماس في ناحية التمر. نؤكد نحن كمجلس عسكري سرياني بمشاركة مجلس التمر العسكري وكل الفصائل والتشكيلات العسكرية المنضوية تحت راية قوات سوريا الديمقراطية بأننا وبمناسبة حلول الذكرى 7 لمقاومة الخابور، أننا نؤكد عهدنا ونجدد وعدنا لشهدائنا وعوائل شهدائنا ولشعبنا بشكل كامل الذي يتكاتف معنا بوعيه وأيضا مقاومته الشعبية، بأننا سنكمل درب ومسير شهدائنا الذين اهتدينا بأرواحهم ليكونوا نورا في طريق نضالنا بوصولنا إلى مناطق محررة من الاحتلال وأيضا مسالمة مبنية على مفاهيم الإدارة الذاتية الديمقراطية وبحماية قوات سوريا الديمقراطية، وأيضا نكون ضمن عيش مشترك وتآخي كلنا سريان آشوريين كلدان وكرد وعرب وشركس وتركمان وكل المكونات المتواجدة في الشمال وشرق سوريا وسوريا عموماً.